هذا خطير شو هذا خطير بالبحر خطير على اللسان في اتحاد كرد المرض خطير مريض ما يقدر يشفي ما يقدر يشفي لا يموت لا مات ما تجمع هذا هو كان هدف هذا وعوا الناس عن هذا النوع من الحشر الحشر ما يزرقوا في البحر ما يزور خير عليكم المسير أصبحت في العالم خالية حيث أن مرور سفينة كبيرة واحدة يمكن أن يحطم منطقة تساوي 500 ضعف مساحة ملعب كرة قدم. برافو ميري ايوا ماذا تقول السمكة؟ تقول السمكة اتركوني من الاوساخ لاكل الغذاء السليم d'état administratif et financier du port. Alors, Moudir Jmali, le Mina Khalij, Rah. Pas que tu as perdu, pas que tu as perdu. Merci beaucoup. Partenaire pour cette activité scolaire. Bravo! Au nom du Festival de la mer et du littoral, j'ai le plaisir de vous présenter nos sincères remerciements et notre gratitude pour votre précieuse contribution à la réussite de ce festival. Shukran jaziran, shukran ala. على المشاركة والقيمة وشفنا فعاليات ومثلوا بالعرض ذاك مهم عندنا بارك ناسيونال دو جاولينغ بور سا بارتيسيباسيون بارك ناسيونال دو جاولينغ في بارتي دو لا ديليغاسيون كي فينو دو نواكشوت دو مينيستير دو لانفيرونمون دو ديفلوبمون دورابل ميرسي بور فوتر بارتيسيباسيون ا سو فيستيفال اي بور فوتر ستاند شكرا جزيلا pour participer au festival, pour avoir contribué aussi financièrement à le Jaoling aussi à participer financièrement. Pardon, je l'avais oublié. Il est venu à ce moment-là. Amen. Ou à Mauritanie 2000, chaleur à ce moment-là. Nous remercions l'équipe d'Abrah Nevisa. C'est Mohamed Chegar. Allah يطول عمرك شكرا بارك الله فيك vraiment merci merci شكرا merci ça vous goulou merci شكرا جزيلا شكرا على 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 تقبلكم للفكرة وشكرا على تبارك الله ما شاء الله نحن في الراحة ومع ما كنت هناك عندنا تشوف وتبارك الله كان منظم وكان الله يجازيكم خير. شكرا جزيلا. هذا سو لي فولونتير دو نواديبو كي بوزو ريبريزونتي دينمون. شكرا جزيلا، شكرا شباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكركم وأشكر الحاضرين ومن ساهم في هذا المهرجان من قريب أو بعيد. كان مهرجانا قيما وهادفا من خلال العروض والمحاضرات التي قدمت خلاله خصوصا ما تعلق منها بالمحاضرات العلمية
والبيئية التي قدمها أطر وعلماء المعهد الموريتاني للبحوث والمحيطات للصيد الذي ترفع لهم القبضة. التوصية الأولى الاهتمام بهؤلاء العلماء والخبراء والاستثمار في الكادر البشري. الوصية الثانية العمل المتواصل على رفع الثقافة البيئية لدى العامة وخصوصا عمال البحر. الوصية الثالثة الدفع دمج الثقافة البيئية والمناهج التعليمية. الوصية الرابعة تعميم مثل هذه المهرجانات حتى تستهدف أكبر قدر ممكن من الناس. والوصية الخامسة استهداف أكبر عدد ممكن من الشباب والطلاب في المدارس في هذا النوع من المهرجانات التي يستفيد أجيال المستقبل من هذه العروض. الوصية السادسة تنظيم هذه العروض وبثها في وسائل الإعلام الوطني في وسائل الإعلام الوطني وتنظيم مسابقات وجوائز للحاضرين. وفي الأخير أجمع الحضور على شكر خاص لمنظمي المهرجان ومؤسسة ميناء خليج الراحة الذي قامت باستضافتي، وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. En effet, ce festival tient particulièrement un intérêt fort pour la ville de Ouagadougou. Qui est un littoral accueillant de nombreuses usines et des pêcheurs. Nous avons appris à travers ce festival tirer des enseignements sur le comportement avec l'environnement, à savoir la pêche responsable. Organiser un festival, c'est d'abord avoir une vision d'une conception technique et artistique, d'un contenu réalisable. La conception d'une configuration flexible et modulable, la mise en œuvre d'une organisation logistique fonctionnelle, d'une coordination humaine efficace. C'est aussi une histoire, ou même plusieurs histoires, la somme d'expériences humaines, un capital ou fonds d'investissement.